بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هنشرح دلوقتي موضوع الديبليشيشن الديبليشيشن ده يعني الاهلاك الاهلاك ده يا جماعه بيحصل للحاجات التنجيبل اسيتس يعني الاصول الملموسه دلوقتي ان في حاجه جايب تكييف جايب عربيه جايب لابتوب الحاجات دي كلها هي اصول ملموسه هي اسيتس بيحصل لها ايه اهلاك لانها ايه اصول اقدر امسكها بايدي is the process of allocating the cost of tangible assets to expense على الإهلاك ده بيكون في شكل مصروف إن اللابتوب مثلا بتاعه ب 10,000 جنيه بعد سنة قيمته بتقل لأنه بقى مستعمل خلاص المفروض يبقى ب 8 المفروض ده المفروض يعني in a systematic and rational manner to those period expected to benefit from use of the assets ده بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا كنت بستفيد من الأصل ده من الأسس ديت فبيحصل له عملية إهلاك. الاهلاك له ثلاث طرق في التقييم طريقه اسمها الستريت لاين ميثود وطريقه اسمها اليونتس اوف اكتيفيتي وطريقه اسمها الديكلايننج بالانس ميثود تعالى نشرح الثلاث طرق ونحل مساله الايه الفايل صل على النبي بيقول لي دوبج كومباني بيرشز ا فاكتوري ماشين ات ا كوست ب 18000 دولار الشركه ديت راحت اشترت اله ب 18000 دولار يوم 1 يناير 2020 دوباج اكسبكتد ذا ماشين تو هاف سالفج فاليو يعني الخرده يعني ايه انا جبت الاله ديت ب 18000 النهارده يوم 1 يناير 2020 لما اجي ابيع الاله ديت بعد نهايه عمرها الافتراضي هتنباع خرده ب 2000 انت طبعا لما بتجيب حاجه تقعد معاك خلاص بتيجي تبيعها للراجل بتاع الحديد القديم للبيع اللي ماشي في الشارع ده, ده لا تروح تبيعها له ب 2002 -200. اكيد مش هتبيعها ب 18000 يعني فانت كنت مشتري حاجه ب 18000 بعد نهايه عمرها الافتراضي هتبيعها بكام ب 2002 -200. at the end of its four year useful life يعني الماشين اللي انت جايبها ديت ب 18 المفروض هتقعد معاك اربع سنين تمام تمام بعد الاربع سنين ما يخلصوا هتبيعها خردة ب 2002 during its useful life the machine is expected to be used 160000 ساعه متوقع ان الماشين دي لما اجي استخدمها هستخدمها 160000 ساعه the actual annual hour يوز اجمالي الساعات الفعليه اللي انا استخدمتها كل سنه يعني ايه ال 160000 دول المفروض هيتقسموا على كام سنه على اربع سنين لان الاله عمرها الافتادي كام سنه اربع سنين انا كنت جايبها في سنه كام 2020 يعني هتقعد معايا 2020 2021 2022 2023. 2023 ادي اربع سنين ال 160000 دول هيتقسموا على الاربع سنين ازاي قال لي في سنه 2020 استخدمت 40000 ساعه في 2021 استخدمت 60000 ساعه وفي 2022 استخدمت 35000 ساعه وفي 23 استخدمت كام ساعه 25000 ساعه لو جيت جمعت دول كلهم هيطلع لك 160 في الاخر تمام تمام عندي بقى الطريقه الاولى طريقه الستريت لاين ميثود ازاي صلى على النبي باجي اقول له الير 2020 اللي اشتريت فيها 21 22 23 احسب اول حاجه الديبريشيبل كوست الديبريشن بالكوست ده عباره عن ايه عباره عن الكوست ناقص السالفج فاليو انت كنت مشتري الاله دي بكام كنت مشتريها ب 18 ولما اجي ابيعها خردة ببيع بكام ببيع ب 2000 18 ناقص 2 يطلع 16 الرقم ده بيكون رقم ثابت في الاربع سنين لان الطريقه دي اسمها طريقه الستريت لاين ميثود طريقه القسط الثابت الارقام بقى بتكون ثابته تمام تمام واجي اشوف معدل الاهلاك بيحصل الاله دي اهلاك بنسبه كام في الميه عباره عن ايه بشريط ده اخد واحد اقسم واحد على النمبر اوفير النمبر اوفير هو انا عندي كام سنه في المساله عندي اربع سنين يعني ربع يعني كام يعني ربع الربع ده يعني كام في الميه خمسه وعشرين في الميه فانا هضرب الارقام دي كلها في خمسه وعشرين في الميه يبقى ريت عباره عن ايه واحد على ان واحد على ان تمام تمام ال n هي عدد السنين فلما اضرب 16000 في 25% هيطلع معايا ال annual depreciation expense يعني الاله دي بيحصل لها اهلاك كل سنه بمقدار 4000 4000 ده رقم ايه ثابت رقم فيكسد ليه لان دي اسمها طريقه القسط الثابت الستريت لاين ميثود عندي في الاخر حاجه اسمها Accumulated ديبريشن يعني مجمع الاهلاك يعني الاهلاك هتقدر تجمعه 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 لازم 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 قيمة الاهلاك في نهاية الاربع سنين تطلع ب 16000 ال 16 دي ال 16 دي اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي رقم الديبريشابل كوست، ال 16 ديت هي نفس رقم الديبريشابل كوست اللي عبارة عن الكوست اللي هي كانت ب 18 ناقص السالفج فاليو ب 2000 يعني 16000 فتعالى نحسب مجمع الاهلاك ال 4000 دي ده الاهلاك بتاع السنة الأولى والسنة الثانية حصل عليها كمان أربعة يبقى المجموع كله كام؟ 8 حصل كمان أربعة المجموع كله بقى كام؟ 12 حصل كمان أربعة المجموع كله بقى كام؟ بقى 16 ده اسمه مجمع الإهلاك الآلة ديت فعلا قيمتها كانت ب 18000 كنت شاريها ب 18000 حصل ليها إجمالي إهلاك 16000 فلما أجي أبيعها هبيعها بكام بالسالفج فاليو؟ ابيعها ب 2002 هي دي بقى قيمة البوك فاليو في نهاية الإيه الأربع سنين بحسب البوك فاليو إزاي؟ صلي على النبي أول حاجة انت كنت جايب الاله دي بكام كنت جايبها ب 18000 صح حصل لها اهلاك السنه الاولانيه بكام ب 4000 18 4 يبقى كام 14 اذا الاله دي قيمتها النهارده اصبحت كام اصبحت 14000 حصل لها اهلاك تاني ب 4000 14 4 يبقى 10000 10000 ده قيمه الاله النهارده حصل ليها اهلاك تاني باربع تلاف اصبح قيمتها كام؟ ست الآلة دي قيمتها النهارده ست حصل ليها اهلاك كمان تاني باربع تلاف اصبحت قيمتها كام؟ ألفين اتنين واحد تاني ممكن يحسبها طريقة تانية ازاي يعني؟ يقول لي الآلة دي انا جايبها بكام ألف؟ بثمنتاشر ألف هيثبت الرقم ده ويجي يقول له 18 ناقص اربعة الكوست ناقص الاكيميوليتد ديبريشن هيطلع معايا كام؟ 14 يرجع يقول 18 ناقص 8 يطلع كام؟ يطلع 10، 18 ناقص 12 يطلع كام؟ يطلع 6، 18 ناقص 16 يطلع 2000 انت براحتك خالص عايز تشتغل على الارقام الجديده بتاعت البوك فاليو مفيش مشكله، عايز تشتغل على الرقم القديم وتريح دماغك وتقعد تطلع في الاكيميوليتد ديبريشن مفيش مشكله، بس تركز بس وخلاص تمام؟ تمام دي الطريقه الاولى الطريقه الثانيه اسمها اليونتس اوف اكتيفيتي ودي بتكون على حسب حجم النشاط ايه هو النشاط بالظبط انه الراجل ده قال لي في المساله ان الماشين دي هتشتغل معايا 160 الف ساعه 160 الف ساعه فكل سنه اشتغلت عدد ساعات اكشوال عدد ساعات فعلي 40 60 35 25 تمام تمام فانا هاجي أحط اليونتس أوف أكتيفيتي أهو الأرقام اللي هو مديها لي جيفن معطى 40 60 35 25 وأجي أحسب الديبريشابل كوست بير يونت إزاي يعني مش فاهم؟ صلى على النبي أجي أخد الكوست أنا كنت جايب الآلة دي بكام؟ ب 18000 ناقص هبيعها سيلفش فاليو بكام؟ ب 2002 ده اسمه إيه؟ الباص ده عبارة عن إيه؟ عباره عن الديبريشيبل كوست لسه من شويه كنت بقول لك ان الديبريشيبل كوست عباره عن 18 ناقص 2000 يعني البسط 18 ناقص 2000 اللي هو الديبريشيبل كوست على على ايه بقى بالظبط على اجمالي عدد الساعات اللي الاله دي المفروض تشتغلها قال لي كام ساعه 160000 ساعه فهقول له 18 ناقص 2000 على 160000 يطلع معايا ان الريت كام 1 من 10 دولار يعني ايه مش فاهم يعني كل ما الآلة تشتغل ساعة واحدة هيحصل لها إهلاك بمقدار واحد من عشرة دولار كل ما اشتغل ساعة يحصل إهلاك ليها بمقدار واحد من عشرة دولار هي الآلة دي اشتغلت كم ساعة في أول سنة؟ في أول سنة اشتغلت 40 ألف فاضرب 40 ألف في واحد من عشرة يطلع معايا أربعة آلاف دولار ده إجمالي الإهلاك السنوي اللي حصل ليها في السنة دي خلي بالك الأرقام هنا مش ثابتة بقى ليه لان الموضوع معتمد على عدد الوحدات او عدد الساعات المستخدمه معتمد على ايه على اليوز اوف اكتيفيتي على النشاط عشان كده كل شركه بيكون ليها نظام في الاستخدام بتاع طريقه الاهلاك اشهر طريقه هي طريقه الستريت لاين دي بيستخدموها بنسبه 83% تمام في فيه شركات تيجي تقول لك يا عم لا انا مش هستخدم الطريقه الاولى لان انا انا شغال على حسب الموسم بتاعي انا باجي في الصيف بشتغل كويس جدا في الشتاء الدنيا بتقل أو أنا شغال موسم وموسم يعني على حسب ظروفي ايه السنة دي اشتغلت السنة الجاية اشتغلتش الدنيا مش مش مظبوطة فأنا مش هينفع اثبت الايه الهلاك بتاعي هفترض ان هو بيحصل كل سنة بنفس المعدل فعلى حسب انا بشتغل كام وحدة أقدر أحدد الاهلاك على حسب حجم الايه النشاط فأنا هنا اشتغلت ستين ألف ساعة هضرب في واحد من عشرة يطلع الهلاك كله بكام ستة اشتغلت هنا 35000 ساعه اضرب في 1 من 10 يطلع كام 3000 ونص اشتغلت هنا 25000 ساعه ضربت في 1 من 10 طلع كام 2500 تمام واجي احسب الاكيوميتد ديبريشن اهلاك اول سنه كام 4000 هينزل زي ما هو 4 واجمع عليهم 6 يبقى 10 اجمع عليهم 3 ونص يبقى 13 ونص اجمع 2 ونص يبقى كام 16 لازم ده يطلع 16 اللي هو عباره عن ايه عباره عن الكوست ناقص السالفج فاليو الكوست اللي هي كانت ب 18000 والسالفج فاليو كانت بكام ب 2002 الرقم ده لازم يطلع ب 16000 لازم لان مجمع الاهلاك بيبقى معروف من البدايه باخد الكوست ناقص السالفج فاليو طب البوك فاليو عباره عن ايه الاله دي كنت جايبها بكام يا عم محمود كنت جايبها ب 18000 حصل ليه اهلاك بقد ايه السنه دي تعال ناخدها بقى مره واحده 18 ناقص 4 يبقى 14 18 ناقص 10 يبقى 8 18 ناقص 13 ونص يبقى 4 ونص 18 ناقص 16 يبقى كام يبقى 2000 قلت لك انا عندي طريقتين اتنين ممكن احسب البوك فاليو بس يا انا انا افضل دي انا افضل دي تمام تمام دي الطريقه الثانيه الطريقه الثالثه طريقه الديكلايننج بالانس ميثود او طريقه الدبل ستريت لاين دبل ستريت لاين هنفهم دلوقتي معنى الكلام صلى على النبي الطريقه ديت بقى ما ينفعش اشتغل عمود بعمود انا بشتغل سطر بسطر بشتغل ايه سطر بسطر ازاي يعني صلى على النبي <applause> اول حاجه اول خانه ببدا فيها بالبوك فاليو اول ما تلاقي الجدول فيه كلمه بوك فاليو تعرف على انك هشتغل على طريقه الديكلايننج بالانس method. لازم يعني لو في الامتحان مثلا جاب لك الجدول كده من غير ما يقول لك دي طريقه ايه وبدا لك في الجدول بقيمه البوك فاليو اعرف ان هو بيتكلم على طريقه الديكلايننج بالانس ميثود لازم ليه لانه بادئ بقيمه مين البوك فاليو انه راح اشترى الادي بكام ب 18000 اجي احسب الديبريشن ريت الريت هنا بقى يا جماعه هو عباره عن 2 على عدد السنين اول طريقه قلت لك ان هي عباره على واحد على عدد السنين النمبر اوف يير فكان واحد على 4 طلع بكام طلع ب 25% ربع يعني طيب اما هنا هو عباره عن 2 على عدد ال يعني 2 على 4 يعني نص يعني كام في الميه يعني 50% وقلت لك ان هي اصلا اسمها طريقه الدبل ستريت لاين ميثود يعني ايه دبل يعني النسبه دهيت اضربها في 2 25% في 2 في يطلع كام 50% عشان كده اسمها طريقه الدبل ستريت لاين ميثود وهشرحها لك تحت الجدول اهي تمام تمام ف 18000 في 50% هيطلع كام؟ 9000، إذا مجمع اهلاك كله كام؟ 9000، الآلة دي كنت جايبها ب 18000 حصل لها اهلاك ب 9000 فالنتيج يبقى كام؟ 9000، ده البوك فاليو، يبقى الآلة دي النهاردة تسوى كام؟ 9000، الرقم ده هو اللي هبدأ بيه السنة الجديدة لأن الآلة قيمتها النهاردة بقت 9000، حصل لها اهلاك تاني ب 50% اذا الانيوال ديبريشيشن اكسبنس بكام ب 4500 انا كان عندي اهلاك ب 9 انجمع عليها 4 ونص طلع كام طلع 13 ونص الاله دي قيمتها النهارده كانت 9000 حصل لها اهلاك ب 4 ونص يبقى قيمتها بقت كام ب 4 ونص طبعا واحد يقول لي لا ده انا هاخد ال 18000 واطرح منهم 13 ونص هيطلع معايا 4 ونص عادي برده مش مشكله خالص تمام براحتك مفيش مشكله المهم ان دي البوك فاليو بتاعه الاله في التوقيت ده ابدا ب 4.5 هنا حصل اللج ب 50% يطلع 2250 13500 2250 يبقى 15750 دلوقتي الاله دي كنت شاريها ب 18 حصل ليها مجمع اهلاك ب 15750 اذا قيمتها بقت كام دلوقتي 2250 السطر الاخير انا اللي بظبطه انا اللي بظبطه ازاي ابدا عادي ب 2250 اهي واضرب في 50% الرقم ده مش هيطلع 250 مش هيطلع 250 على نشوف صل على النبي ادي 2250 في كام في المية؟ قلنا 50 في المية ادي نص هيطلع كام؟ هيطلع 1125 1125 ازاي ده عندك ده, ده غلط ليه لان انا لو جيت خدت 15750 جمعت عليها 1125 مستحيل يطلع 16 مستحيل يطلع 16000 وانا قلت لك ان لازم 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 مجمع الاهلاك في نهايه المده لازم يطلع 16، ل 16؟ بكرر بق... تاني لانه عباره عن الكوست ناقص السالفج فاليو، الكوست اللي هي ب 18000 ناقص السالفج فاليو اللي هي ب 2000، فلازم الرقم ده يطلع ب 16، يبقى الرقم ده انا اللي ايه؟ انا اللي هظبطه، بيقول لي ادجاست تو 250 هيتعدل وهيبقى قيمته 250. ليه؟ بيكوز اندنج بوك فاليو شود نوت ليس ذان اكسبكتد سيلفج فاليو لازم قيمه الاندنج بتاع البوك فاليو ديت دي ما تكونش اقل من قيمه السيلفج فاليو اللي هي كانت ب 2000 ازاي بقى؟ طب اعملها ازاي يا عم محمود؟ صلى على النبي اجي اقول له 15 750 اللي هي دي اجمع عليها كام؟ عشان يديني 16000 يبقى 250 بس هي دي الحل بتاعك دايما في الطريقه الثالثه اخر سطر انا اللي بظبطه هاجي اقول له 15 750 زائد كام يديني 16 250 تمام؟ عشان كده الرقم ده هيبقى كام؟ 250 مش كام مش 1125 حلو؟ حلو جدا فالبوك فاليو هيبقى كام في الاخر؟ هيبقى 2002 كده احنا شرحنا الثلاث طرق